واحد متحسن عليه ذبيحة. شو تظل؟ شو بديو؟ شو يقول؟ هذا هذا احنا اليوم مع بعض مع بعض ما ينفع ما ينفع. ها؟ ما ينفع. صور يا ابو يمان. المقطع اللي فات يقول هذا جيعان وواحد متحسن عليه ذبيحة. أم هاي ذبيحة قدام ذاك. هذه تصديق. الكلام واللي يقول هيك. جبنة. ايه. ما يدري انه عديله بعد. من الجرهم من الجرهم. ما يدري انه عديله بعد. أزود منه. بلموس ما هي زاكية. بلموس يخرب طعمها. إذا ما تشبع منها هيش قطع. بس عبالي ما ابلع اللي بثمي. يلا. شايف؟ خلينا أكملها وأطلعها. بعدين ناكلها. أنا بقول جبنة. يعني جبنة. ما حد رأي. يعني لبنة. يعني مو زيت مهدرج. يا حي عليك. زيت ورا الشمس. هذا الكلب اللي يقول اللي يقول متصدقين عليه ذبيحه يقول متصدقين عليه ذبيحه ما يهم الصدقه جاريه بهدلوا خالد جائزه راشد بهدلوا شايف بهدلوا راشد قل قيمته واجدوا من الناس اللي شافوا المقطع هاي قدام دار المهم يوصلوا له اياها يوصلوا له اياها يقول لك هذا جيعان واللي هي عاده تنرمى اللي هي قبل صفقتها براشد خلي مين اللي هي قبل اهلنا كانوا يسموها قشيم يقشموها ويحطوا عليها حوايج ويقفروا منها قفره. ودهم يسووا رشوف، ودهم يسووا عدس، ودهم يسووا قلايه بندوره، ودهم يسووا شيء يطلع من هالقشيمه ويحطوا. وهذه ربنا حللها للمسلمين وحرمها على اليهود، ولا لا يا ابو يمان؟ نعم حرمها على اليهود. ما تقصر يا عمي. قلت قلت. طبعا الذبيحه هذه لاخوي ابو يمان عديلي ابغاك تكلمك الدنيا ولا يكلمك عند خالقك يا ابو راشد كبر عديلي احمد الغويري ابو يمان الله يكبر قيمتك وقدرك عديلي وهذه والله انها ما هي ذبيحه يا ربي لو عندي قعود ولا عندي جمل الغرن حروله الله يسعدك الله يا ابو راشد يكبرك هات يا ولد اخوي صور وانشر وانشر للي يقول يتصدقوا عليه واللي انا زي ما اذبح من حلالي اه والله من حر مالي من حوشي الله يزيدك ان شاء الله من قوة واللي يعلق تعليقات وسخه تراك تعطيني من حسناتك وتاخذ من سيئاتي يم شايف؟ اعطيها من الزاكي واللي متعودين على مجفف وابو مشار اللي علقوا واللي يقول الله يقرفه وقلب معدتنا هذا ما يعرف يا عموه طعم اثمه اه والله انا صادق طعم اثمه من جوا ما يعرفه متعود على الشاورما يا ريت ولو يعرف الشاورما شنو ايوه ولا البابايز هذا ما ادري شو اسمه شو اسمه؟ البرجر لحم البقر هذا ما ادري يعني عليك نخلي منها شويه مشان نقلي ولا اكملها؟ لا خلي خلي ها؟ خلي شويه بس خلنا ناخذ هذا هذا واللي يقول بكره على الجلوكوز والكوليسترول ولا الكوليسترول موجود بالرز موجود بزيت القلي الا بهذه بالحمص والفلافل يا بهين الفلافل يلي تقولوا كوليسترول وبكره موعدنا بالمستشفى يا ريت بها العافيه طول روحك لسه في جوا بعد شغلات مطلع هذا كلاوي هذا يتصفى الدم يعني كل شيء فاسد تحوله وين؟ الطحال هاي ابو يمان؟ نعم على الكليل شوف شايف؟ هذا كله من حمض رجال عشان سنون ما فيه مكسرات شوي شوي سبحان الله لا شوف يمان هذا ابو راشد ترى يمان شايف المنظر الله اعلم انه خط حقه بطل يجمع يمان من جماعته الطافز يمان من جماعته البرجر عش ما عليك هاد جاي يا ولد اخوي هذا شنو هي؟ الكلوة الكلوة الكلاوي هذه بعد من اللي تنكال نية يم هذه على القلب انا صار لي 15 سنة على هالسالفة هذه
اذبح من حلالي واكل، اذبح من حلالي واكل. علموني هالي قبل اصرخ واذبح واكل الكلوه واكل من الشحم من الدنيا. هذا موجه للي يقول موجه لهم. هتدر لا دقيقه ها هتدر اي والله شايف هتدر. لا دقيقه يا ابو يمان، استعراض هذا اللي يقول لك اللي جيعان وانا زواده. جنب 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 جنب. ايوه هي 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 الاثنين. طبعا طازه، لا تقول لي دبي ولا شيء ولا مجفف ولا تركي ولا شو اسمه هذا هولندي، ما شو اسمه ابو يمان؟ روماني روماني ولا هذا، كله بلدي. هذا مو بلدي، هذا جلودي عندي من الحوش. نعم. انهي